كلام سرك في بير وللمكالمة اللي هاتش فيه على الرقم 71-113-1000. ألو سيف. ألو أهلا بك. أهلا بك سيف، مرحبا بك خويا، شحالك لاباس؟ صباح والله لاباس، أمورك باهية؟ والله هاني سي علي، أجواء طيبة. قداش عمرك خويا؟ 29 سنة. إيش تعمل في الدنيا؟ تاكسي، سائق تاكسي. سائق تاكسي، مرحبا بك سيف. تخدم توا ولا في الدار؟ نخدم، ما عرفتش، ما عادش نجم نخدم اصلا. انت في التاكسي توا ولا؟ اي في التاكسي، يعني وقفتها على وقفها على كيس وخلي ضو يشعل. اوكي اخويا، مرحبا بك سيدي. قلت ليش بخويا، خليك تطلبنا اليوم سي علي؟ انا حسيت روحي ما نعرفش، ما عادش نجم نعيش من غير انسان. انا انسان معرس الساعه. مرتك قداش لك معرس؟ انا برسك 6 سنين. طب 6 سنين سافا انت والمدام؟ سافا على الاخر، عندي 2 ولاد الحمد لله، رب فضلهم لك وان شاء الله يتربيو في عزك. تجربتك في الزواج نجم تقول عليه؟ تجربة ناجحة 100%. مي شنو حاجة برك تعرفت على قبل ما تتعرف ساعة؟ ما انت تزوجت عن حب، مش على مش زواج تقليدي ولا حاجة؟ لا لا، عن حب، عن حب. بي يا اخي، بحكم ما عرست صغير، عرست عمري بلس 22 23. اي تسمى صغير شوي حسيلو، وهي صغيرة زادة 19 وقت 20. حسيت دخلت في، معناتها نلقى روحي دار وصغار وكذا، ما عدتش معناتها صغري كل، فهمتني؟ إيه ما إذا كان خديت عن حب راه تنجم تعيش حتى مراهقتك المتأخرة مع زوجتك في دارك. ما هيش حاجة خايبة معناتها. ما هي المشكلة مش غادي كسي علي. المشكلة وين؟ أنا كانت عندي نظرة أخرى، كان ماشي في بالي اللي أنا صحيح. قلت انا معناتها جوي بها في الدار، وجست انا حتى كي باش نخرج برا مانيش باش نعمل معناتها حاجات، نقولوا احنا سبب باش نخرج كيما الشباب الكل، باش يخرجوا اصحابه، باش يخرجوا يسهروا في بلاصه هكا. فجأة انا عندي سياره، فهمتني؟ خاص ديما نخرج بها معناتها وحدي و ابار تاكسي، ابار تاكسي، فهمتني؟ حاسس عندها برس قلب العام، تعرفت على انسان هكاك بارزا. وين وكيفاش؟ لا لا قل لي وين وكيفاش. وين وكيفاش؟ عرفت برسك حسيلو في كيما نقولوا احنا في قاعدة، فهمتني؟ مع الاصحاب، مع الاصحاب. عرفتها وبرس كنت معناتها معايا شكون انا كي نخرج عندي حاجه سي علي. شنو كنت معايا شكون؟ ما بغيتش نفسر لك سي علي. ريت كي نخرج انا مثال، نخرج في كرهبتي باش نمشي، نقولوا احنا باش نمشي معناتها نعمل دعاء ساندي سوار كيما نقولوا احنا وكذا. نهز معايا شكون؟ نعيش الويكاند هذاك. شنو تهز معاك شكون؟ نهز معناتها معايا، نهز معايا ما نعرفش معناتها طفله، فهمت كيفاش؟ دقيقه برك، دقيقه. انت قلت لي انت ومرتك سوا جروب. اي اي ولاباس الحمد لله وعايشين ومتفاهمين ومتزوجين عن حب. وقلت لي اللي انت عرست صغير، وقلت لي حتى كي نخرج ما نعملش حاجات. علاش كي تخرج تخرج وحدك؟ ريالمون ما تخرجش وحدك، تهز معاك رفيقه، معاك بنيه، انت علاش؟ سي علي ما عرفتش كيفاش نفسرها لك. انا حسبتها انا حسبتها بطريقه انه هذيك مرتي وصغاري في الدار، هذيك حاجه كيما نقولوا احنا معناتها حاجه، معناتها هذيك خاطيه، معناتها كل شيء ابار كل شيء. وانا معناتها ما نعرفش كي عطيت الحق لروحي اني كان عندي حاجه معناتها باش نعيشها برا. مي حاجه هذيك ما عندكش حق، نعرف هي صحيح. باهي هزيت واحده معاك تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ جروب. ليه معناتها مش واحده واحده، معناتها جروب نخرج اوكي باش نعملوا ضحكه وتفدليكه، ومن بعد كل واحد يروح على روحه. جروب اولاد وبنات؟ جروب اولاد وبنات، يعطيك الصحه، فهمتني؟ فجأة كي عندي واحد صاحبي طلبني، قال لي راهو حاجتي بيك اكيد ايرو، اي لازمك تجيني انت. قلت له باهي.
حسيت بالصدفة، أنا ما كنتش ماشي له متعدي من غاديك بحكم عامل جو كذا، حسيت شو هكا بحكم ولقى عامل روحي جو؟ بحذاه. اش معناتها بحكم عامل معناتها جو كذا؟ معناتها كيما تعرف عشية تثبت وكذا، فهمت شارب بالصدفة تشرب تعدي. معناتها تشرب معناتها اه؟ أي حسيت رجاني فهمني، وجاي معاه طفلة. السيد هذا هو عاقل وصغير فهمتني، بريسكي كان عمره 16 17 سنة. حسيت وخلي برجو لي راه هكا وهكا، راهي الطفلة هذه راهي فهمني عندها مشكلة وهي تبكي وحالتها شكون هي هليلة. الطفلة هذه؟ مع طفلة هي هو قرات هذه؟ معاه، لا هي قرات معاه فهمتني قرات قبل، معاه ها؟ ولقاها بارازار فهمتني ايه؟ وقعد في قهوة كها. وحسيت قال لي راهي عندها فهمني مشكلة، وراهي عندها طفلة وراهي كذا، وراهي هربت من دارهم. ايه؟ قول له اش حسيت دخلني انا في الموضوع؟ تبيعي ما المشكلة مش عادي، هو ما كذلك كاتب حاجة لا زي لا ده. انا مشكلة قلت لك ما خلي لا كنتش لا لا ماشي. نعرف نعرف هي اللي صار صار توا، اما اي رياكسيون اي انت معاك حد وقتها كي مشيت ولا وحدك؟ هي انا قلت لك معايا معناتها الجروب اللي معايا. الجروب اللي معاك ومعاهم طفلة مشات معاك. اها باهي، قال لك البنية هذه عندها مشكلة وعندها، علاش عيط لك لك انت بركة؟ وعلاش مشيتوا الجروب الكل؟ باهي، خاطر معناتها ريت احنا الجروب الكل سامبل امي معناتها عادي نخرجوا. توفر خارجة كل واحد يروح على روحه، اللي يخدم يخدم واللي امور فهمتني عادي. بالصدفة حسيت ما نعرفش، أنا ما كنتش ماشي ما مش نعرف. أنا رتو حتى كي قعدنا مع بعضنا كنا نقولوا فهمني السيد هذاك ساعات ساعات الرحمون على والديه وساعات سي علي باهي، قال لكم الطفلة راهو خدمه. هكا وهكا وهكا، اي شو اللي حسيت صار وقال معاه؟ لي أنا جاني قال لي راهو هكا. حسيت به ايش صار؟ مازلت فما بلاصة في كهرباء، في كرهبت شكون؟ في كرهبتي. اي حسيت به قلت لها اطلع علاش هكا قلت لها بحكم هو اطلع؟ يصبر علاش قلت يروح. لها اطلع في الكرهبة؟ تو انت هو ما سي علي تعرفهاش. كي جاني كي سامحني خفاصل لك توسي علي، انت انسان يجيك ما تعرفوش وجي يقول لك راهو البشر هذايا عنده مشكله اي وراهو هكا وهكا، هذيك حاجه لا اراديه سي علي. راك ديريكت باش لا تتصرف تصرف، مش باش ما تقول له شنو باش التصرف اللا يدخلني. ارادي؟ لا لا تنقل لك هذا، وعلاش نقول لك نقول له شنو لا لا ندخلني؟ لا لا نعرف سي ها علي لحظة عاد ها حكايه وين؟ مش غادي اي مش ها كيف ما وين؟ تتصور. كمل تنقول لا لك علاش تقول له شنو مدخلني؟ اي طلعتها في الكهرباء لا وين مشيت وين نازل؟ لحظه حاسس كمل معناتها عملنا دورة على ما خلطت كيما نقولوا، واحنا معناتها احنا عاملين جو كذا وهبطت جماعة بريس كي كل ساعة من زمان. من بعد قعدت انا وياها وحدنا في بلاصة معناتها عادية عمومية عادية فهمتني، وبحكم لي الوقت قعدت نسمع فيها وتحكي لي في الحكاية. حكيت في سخفتك معناتها الحكاية مش سخفتني تي نهارتها، ما روحتش للدار أول مرة، ما بيتش في الدار نهارتها أول مرة ما بيتش في الدار. باهي من نهار بعد هذاك شو اللي صار؟ ما بيتش في الدار وين بيت؟ بيتنا في الكهرباء، بيت تحكي لي معناتها من كثر ما الحكاية باهي الأساتذة ومن بيت بعد تحكي لي باهي كله تأثرت بالحكاية هيك. وحسيت ومن بعد هيك هكا والصباح حسيت بكري قلت لها قهوة وفهمتني فطور، حسيت شيعتها روحت وأنا باهي. روحت انتهى الصباح. الموضوع ولا ما انتهيش؟ ما انتهيش الموضوع من وقتها بديت الحكاية، باهي ومن بعد من وقت بديت تكدي نسخف عليها في كل مره بحكم هي قلت لك عندها بنيه سي علي وهي صغيره، هي وقتها عمرها 16 سنه وحاجه فهمت مش اي عارفين كيفاش. كل مره كنا نسخف عليها كذا وحسيلو وعندها مشكله معناتها ابوها وامها مطلقين، ابوها معرس يسكن في بلاصه معناتها وامها وحدها زادت تسكن فهمتني. حسيل وين قلت لمرتك بت في الدار كي ما بتش في الدار؟ لا ما معناتها ما فقدتش بيا خاطر انا شو عاد حتى كي فقدتش نروح بيك؟ سمعني ما فقدتش بيا. انت تبيت في بلاصة وهي في بلاصة ما هو لا زوز في الدار مش هكاك، ما هو سي علي ما هو تعرف سي علي عشي ليلة السبت معناتها كي باش نروح مأخر انا مثال ماضي ساعة ولا ما ساعتين، حتى كي باش نروح تلقاها مراخدين فهمتني، جوست ندخل الكراك باهي اش والكراج علينا هاي؟ ما عليناش ما فقدتش بيا معناتها في بالها على اساس روحت مأخر صارت ياسر وروحت باهي مأخر عادي. ومن بعد اش صار؟ حسيت ساعة ليه بديت الحكاية من غاديك كل ما بديت الحكاية عادية أنا ما نجمتش نحسبها معناتها نامبورت كي طفلة، حبيت معناتها إنسانة معناتها سخفت عليها جيش باش نعاونها باهي بحكم أنا معقول إلى لغا. حد لهنا معقول باهي. بعد بديت تتضح برشا حاجات ساعة ليه شو اللي بدا يتضح؟ ريت الحكاية اللي حكيتها لي مش تفطر القلب بالرسمي مش تفطر القلب نجم بركة تكون الطفلة وضعية اجتماعية صعيبة وتنجم تكون سخفتك ونجم حسيت يكون ما صار حد شيء بيناتكم وانت عطفت ما عليها وشفقت فما عليها، حتى نمشي شيء معاك لهنا. يعطيك الصحة لحد الوقت هذاك ما فما باهي حتى شيء. معقول هيك علاش قلت لك معقول؟
يعطيك الصحة. من بعديك سي علي حاسيبه بحكم هي فك الحالة هذيك معناتها ديما تبكي وكذا وعندها بنتها ويحب معناتها أبوها الطفلة باش يهزها لك هزها ديجا معناتها شو اسمها هذيكم في منوب حماية الطفولة فهمتني باش يفكها لها بحكم هي 16 سنة ونص ما عندهاش الحق معناتها هي بيدها مازالت قاصرة فهمتني ما عندهاش الحق معناتها في كفالة إلا ما يصح عليها هو ما ليهاش هز هاشي لك اختصر لي شوية اختصر لي شوية جوست باش نقطع فيني بس علي حسين وهز المركز ذاك ولت هي في حالة نفسية معناتها سبب خاطر بنتها بعدها علي حسين وقفت معها نلقى روحها كيكا بعديك الساعة علي رجعت الأمور سافا خاطر هي كانت داخلة بعضها بعد رجعت الأمور سافا معناتها مع دارهم بحكم معناتها لقات الحمد لله تفضلت المشكلة متاعها تفضلت رجعوا لها الطفلة أما رجعت معناتها بشرط إن هي باش تقعد مع باها ما تقعدش مع أمها خاطر باها هكا كابس عليها وأمها خاطر ديما ماك تعرف الأم ديما مصيبة معناتها ما تخافش من أمها حسيت وساعة عليهم بعديك اتضح إنها فهمني تتعاطى مخدرات كيفاش عرفت؟ فهمتني خاطر ولات معناتها تتكيف قدامك قداش مرة قدامي معناتها باهي من الوقت هذاك معناتها اي رده فعل معناتها قلت لها سايب عليك وكذا وحاسين شيء معناتها تقول لك كي ومن بعد اللي ولت تخبي عليك ومن بعد بشوي بشوي حاسين وساعه عليها وليت تحبها انا وحبتني وليت حاسين وليت نقابلها بريس كل يوم يعني وليت حسب ما قلت وليت تحبها معنا وليت نحبها يا ساعه عليها حسيت روحي انا الوحيد معناتها قلت انا كي جت الكا هذيك جات معناتها لي انا ما مشيتش الانسان غيري ماك تعرف نجم تطيح معناتها انسان سافابا ما عليناش هو كي جات لي انا حسيت روحي انا الوحيد اللي معناتها نجم نلمو الموضوع ناقفه معاه شوي تضح معاها لا تقف معاها مش تحبها لا تقف معاها مش تحبها نعرف ناقفه معاها معناتها كان عادي معناتها حاسبه معناتها عاديه انها هكا معناتها صارت من بعد تطورت الحكايه سي علي ولت تحبني بنتي قلت لها انا راني انسان معرس راني كذا قالت لي ما يهمنيش ما يسالش انا راني باش نقعد معاك تاخر معاك ما نكذبش عليك سي علي انا وقتها مازلت معناتها كيما نقولوا طيب ما نعرفش معناتها ما حسبتهاش بالقدام الحكايه قلت خليها هكاك هاك وقت اللي نخرج انا نمشي مثالك انا على السبت باش نمشي نخرج انا تخرج معايا هي فهمتني تستعمل فهمتني كيف معناتها فهمتني ومن بعد حاسيلو كل واحد يروح على روحه ما راني الا من بعد ولت مدمنه ياسر سي علي ولت بصفه كبيره وقت اللي حسيتها اللي هي ولت مدمنه قلت لها انا حاجتيني انا يا الشيء هذاك قالت لي هي لا ما نجمش نختارك انت نختار الشيء هذاك وفوتك بالحديث انا سي علي هي باها يعرفني من بعيد معناتها اما في بالوش بيلي انا معرس وامها زاد كيف تعرفني من قريب اما في بالهاش بيلي انا معرس اما شنو متهنين معناتها ومطمئنين معناتها اللي هي معي فهمتني برغم بها اللي عمري لا قابلته ولا شفته اما جوست هكا يسمع معناتها في كلام اللي راي بنته هكا عندها شكون وكذا مش في بالها معناتها يحبوا يهنيوا على بنتها معناتها هكا كان شويه ساعه عليها هي فقت بها معناتها ديرنيرمون توا انها مش الانسان اللي عرفت هذيك دخلت في متاهات اخرى ساعه عليها انت شنو المتاهات الاخرى؟ انا قلت لك معناتها ولت انسان مدمن فيها اصلا ولدي انت انسان معرس عندك صغيره دخل فيها علاقه مع وحده تدروقه وعايشه عيشه در كيفاش ومينور معناتها عمرها 16 سنه شو السقف اللي دخلت فيه انت شنو هذا؟ ماني ذاك علاش فقت على روحي اي صار في الاخر شنو اللي صار؟ صارت برشا حاجات بيناتنا سي علي ما نجمش ننساهم حس في روحي تعلقت بها بسي فوالا بالرغم راني انا اللي بعدت دونك هذه المشكله بعدت انت ولا ما بعدتش؟ انا اللي بعدت بريسك عندي توا اربع ايام ما انت خمس ايام تكلم فيك؟ لا حتى انا 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 في بلاستك نهزها ديريكت مول مندوب حمايه الطفوله باش تضحك عليا رايك كيف؟ بيان سور طفلة مينور قاصر مش انت اللي باش تاخذ بيدها ولا باش ولا يلزمك تحبها ولا يلزمك تعمل معها علاقة باش تقف معها هذه طفلة مسكينة ضايعة تعيش في خطر دائم تعيش في مجتمع ما يتلفتش للناس هذوما وما يلمهمش شكون اللي باش يلمهم
تلمهم السلطة اللي عندها صلاحية في أنه تحمي الأطفال هذوما والناس هذوما. أنت في عود تحميها، أنت زدت هلكتها الحكاية في عود تحميها وتبعدها على المخدرات وتبعدها على كذا على كذا، تقوم معها بعلاقة، تقوم معها بعلاقة، تقوم معها بعلاقة. هذه المشكلة وين؟ هيك علاش أنت تلقى روحك مورط وتقول لي توا أنا نحبها؟ تحب شنو يا ديك؟ تحب طفل عمرها 16 سنة وأنت مهرس وعندك زوج صغار؟ نحكي لك راهم عندها، أنا عبارة على نسمع فيك وقاعد نحكي لك، فهمت؟ نعرف زعلانة فقط على روحي. وين وصلت معها توا؟ قصيت عندك أربع أيام إيه؟ أما فقت اللي أنت تحب فقت هي مش معتك أكثر ما تعلقت بإنسان كنت تشوف فيه معتها كل يوم بعد تلقى روحك بعد وبرغم أنا راني اللي بعت عليه. وعلاش حبيت تحكي لي الحكايه هذه؟ كيك حسيت مش عارف روحي معناتها كنت صحيح كنت غلط اللي عملته صدفه جاء معناتها ولا لا مش صدفه اللي عملته عملته بيديك عملته انت بقناعه من عندك وانت واعي انت ماكش قداش عمرك قلت لي؟ 29 سنه طفل عمره 16 سنه انت غدوه لو تشكي بيك في حكايه ما انت دخلك الحبس مش لعب معناتها. هذا اللي ماكش فايق بيه. انت انسان معرس وعندك زوج صغار، عندك مرة على ذمتك. واللي عملته ما يليقش بيك و ماهوش باهي تقول لك انت خايب. هذا غلط سي علي صلى الواحد كله. مش نحاكم فيك راه اسمع اسمع. انا لا نحكم عليك ولا مي كومان معناتها فما دي ليميت. تحكي لي حكاية معقولة نجم ما ننجيكش ما نحكمش عليك ما نستصدرش ضدك حكم والا موقف والا كذا في حاجه مقبوله سانسيرمون. اما في حاجه كيما هكايا هاو الناس اللي قاعدين يعلقوا ويتكلموا نفس الموقف تقريبا تاعي انا معناتها ما ينجمش يكون بعيد على هذايا رغم انه مش من حقي باش نستصدر ضدك حكم. اما كمان في حاجات مقبوله ومعقوله تتعدى. اما في وضعيات دقيقه ووضعيات معناتها حرجه كيما اللي تحكي فيهم سسرا ديفيسيل بصراحه. فهمتني؟ سيدي شكرا لك على المشاركه معنا ميرسي بوكو. الى اللقاء اخويا. الى اللقاء الى اللقاء. نوصل له 35 دقيقه على موزايك اف ام للمشاركه معنا في البرنامج. بامكانكم التواصل معنا على الرقم 71113000 والا على الباج اوفيسيال فيسبوك تبعثوا لنا ميساج ورقم الهاتف نتاعكم وحنا نتصلوا بكم بعد لحظات.